رسائل المشاهدين. نور الزهراء بنت انتهاء، بينادوها ميمي أو نورة، حابة تعرف لا بشكل نورة، عام. لا نورة بتطلع من نورة، لأنه ما حيفيدك شيء. بقى خليك على نور الزهراء، هو اسم الزهراء هو أصل الاسم، أوكي؟ فالزهراء رح يساعدك أكثر من اسم نور. نور هو لصبي، بس ليش بدي إياك تخليك ضلك على نور الزهراء؟ لأنه إذا طلع ينادوكي الزهراء ما رح ينادوها بدون نور، حيرجعوا يقولوا لها زهراء، وكل وحدة بيشيلوا الألف واللام عن زهراء الزهراء توقع بمشاكل صحية. يلاحظوا هذا الشيء، كل واحد اسمها زهراء عندها مشاكل صحية. خليك على نور الزهراء، وإذا بعتوا لك ميمي خليك على ميمي، يعني ما أنا ما فيني أقول لك لا ما ينادوكي. ميمي هو اسم منه عاطل أبدا، منه نحس، بس أنت بتتعلمي كتير وبتسافري بتعيشي بين أرضين، بس ترجع يوم ما بتعيشي بأرضك بتشوف الخير من صبي. ميادة بنت وداد، أولادها شمس وقمر ونجوم ومحمد ومحمود، ما بعرف كيف مركبتهم. حلوين يعني النجوم. فيني اقول لك خليك على النجوم، ليه؟ لان النجوم كثيره، والنجوم فيها منها السعد، وفيها ثريا، وفي سعد الصعود، وسعد الملك، وسعد الاغبياء، واليماني، شو بدي اقول لك، والبراق. يعني من في انجم مهمه، في نجم السوها، نجم السهيل، دب الاكبر، دب الاصغر، هو من انجم من اهم الانجم، فخليها على النجوم ما في اي مشكله. هو اسم بدو عربي قديم. محمد عيتي له احمد او محمد علي. محمود شوفي، محمد علي بتعيتي له محمد علي، ومحمود بعيتي له احمد حتى رزقه يكون قوي، لانه اسم ميادة منه قوي. وانت بتطلعي على ندوكي ميمي، هلا اجى معنا اسم ميمي، فطلع على ميمي. شمس وقمر لا، هو اللي بدهم يتوقفوا، بدهم يتغير اسمائهم. يعني شمس تعيتي لها تنقول قمر، تعيتي لها وريد، والتاني تعيتي لها جوري، بصير عندك ورد وجوري بالبيت. وانت طلعتي على ميمي واولادك تغيروا، صارت عائلة سعيدة، هابي فاميلي. ميسا بنت رندا، أولادها هاني سامي نهلة. هاني ادم كتير، قلبه طيب كتير، بس من طيبة قلبه بيروح كتير. ست ميسا، اسم امك مساعدك على فكرة، اسم ميسا من اسماء مش قوية، ها من المس، اوكي؟ هذه حكيتها كذا مرة، ميسا وميسون وميساء، وهدول انتبهوا منه ما تسموا هذه الاسماء. سامي بيطلع على سامر، نهلة بتتغير اسمها، تطلع على نانا اذا بدها، اذا دلعوها نانا، بس هو اسم نانا، او تطلع على هايا، انا عم باخذ من احرفها، او تطلع على هايدي، هلا ذكرتوا الاسم هايدي، او تطلع على اي اسم تاني، بس هدول يتغيروا. هاني يبقى عادي ما في منه اي مشكله. لولو اسم مستعار. ايه بجنن من احلى الاسماء. اسم الوالد بيعاكسك شوي على امورك العمليه، بس ما تخاف، معني هي بنت ايه؟ بالنهايه ايه بنت. زين. زين ايه، لانه زين هو اكثر شيء مذكر، بس في للمؤنث، صح. لانه هو نجم، طالما الاسم هو نجم فيك تعطيه مذكر بس مؤنث. منيح لبنت. هو لصبي اهم، لانه اصل الاسم زين، طالما يقولوا انت زين، كان العرب يقولوا طالما انت زين بالفلك فانت زين على الارض، فزين احسن من زينة، احلى بكتير. يعني الاسم زينة تطلع على زين. ايه بتحصل عليه حبيبتي، لانك انت ما شاء الله قوية، بس اسم امك هو اللي عم بيأخرك اموري، بس حتتعبي بالعاطفة. ايه عم تفتش على الباسبور الاجنبي، وبس يمكن ما بتفتش كتير على الحبيب، موجود بس انت بدك هيدا، يمكن الباسبور اهم من الرجل، هلا بسفرك بياخدك بجيبك بخلصك، لكن الرجل ممكن يغرقك ما يقدر يمدلك ايدك ويساعدك، لكن الباسبور الاجنبي بيساعدك.